وش في الدار؟ انا نايم عذابي ودي اعرف وشو في احتجاجات في الدار. ها لا يا ابو شو احتجاجات ايش؟ يعيش ابو صقر محترم يا يعيش يا يعيش يا يعيش 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 ليه ما بتعيش لابوك؟ يعيش غلبتك. اسمعوا هذا وضعي، العاجب عاجب والمعاجب ينقلع. ها انا طبعي، اسمع طبعي هذا هو ما راح يتغير. طلع الفجر يا ابو لا بعده بطلع. طلع الفجر بعده بطلع. يغير الله من حال الى حال، من حاكم متسلط، من صاحب سلطة ومال، إلى درك أسفل ورفض من الشعب والأرض وحتى الزوجة والعيال. وهذه كانت نهاية أبو صقر وخاتمته في زبدة القول وعنوان مسرحيته الآن فهمتكم. أبنائي الآن فهمتكم. مقولة مخلوع لا بل مخلوعين، أولهم أبو صقر، والله أعلم متى تتفكك حبات المسبحة لتجر معها حاكما وراء آخر فهموا ولكن متأخرا. يعني أبو صقر هو مثل بهذه المسرحية بأنه زعيم مصغر مجسم زعيم عربي، لذلك الرسالة كانت إذا لم تتغير فسوف تغير بالتأكيد. رسالتنا الكبرى اللي انطلقت منها المسرحية بأنه من لم يدرس التاريخ جيدا حتما سيرسف الحساب. يعني بكل بساطة يسمع المسؤول مين مكان، رب أسرة أو غيره، يسمع شعبه، يعيش معه، يعيش أوجاعه، يحاول يعيش زي ما هو عايش شعبه. وكذلك الأب أبو صقر لو أنه عاش مع أولاده وانتبه لأولاده عشان ما يخسر بيته، وكذلك الزعيم عشان ما يخسر شعبه ولا يخسر حاله. أبو صقر الذي قطعت أوامره وعن جهيته رؤوس عائلته بالطول والعرض وكانت طاعته فرض، أمس اليوم بعدما فهم وفهمه ما عاد له مكان وخلعه واجب كالصلاة بعد الأذان، مرفوضا منبوذا يمثل بهذه الكوميديا ثورات شعوب عربية صبرت وطال صبرها. أما أبنائي وأسرة العجاء فقد قررت أن تستعملوا المروحة بين قوسين الهواية بدال الطقة الأولى الطقة الثانية، وبدل 5 ساعات إلى 9 ساعات يوميا أظلت فن فن يابا 10 ساعات يابا 12 يابا 50 ساعة يابا استعملها في الشتوية يابا. فالإسقاط هو الحل، لا تفاوض ولا جدال ولا مجال له ولأسود الغاب والقذافية والمبارك والزين والصالح والطالح بينهم وبين من أرادوا خلعهم أي سجال. شخصية أبو صقر في هذه المسرحية جسدت بشكل فكاهي الواقع العربي أو الذي تعيشه بعض الأقطار العربية التي حصلت فيها الثورات العربية، فبالتالي جسدت شخصية أسرة عربية تمردت على الواقع الذي تعيشه وتعايشت معه، وبالتالي عبرت عن أفكارها بشكل مسرحي فكاهي يعبر عما يدور في نبض الشارع العربي الحقيقي. بحب ألخص المسرحية بهذا القول: مهما تكاتفت الظلمات فكل ليل إلى نهار وكل ظلم إلى انهيار. أنا عارف وشو المقلقك معاليك، والله ما عارف شو المقلقني يا أبو صقر. 4 مرات طرحوا في الثقة وانت عارف هذا الكلام، لولا علاقة الطيبة مع النواب ومزبطين بعضنا البعض ما انت عارف 4 مرات الملفات راحت معاليك. لا تشبر الموضوع، لا انت أول وزير ولا آخر وزير فاشل. قصدي طلع عليه قضايا فساد، بعدين انت بتشتغل مع ناس فوق. شخصية أردنية بكل ما فيها، بلهجتها بكشرتها، مثلت بسقف مرتفع فاق فضاءات هذا المسرح أوضاع البلد من فساد وواسطة واتفاقات دارت دوائر الشعوب بسببها على حكوماتها التي سبقت والتي لحقت. أقسم بالله العظيم اللي بتفلسف هذا مين حكى معايا ناس؟ بقتل لي إياها اتسامات وضربات. معليك أشياء الله خليك حول شوي، أشياء لما تحلف اليمين وتضمن الكرسي انعن أمنا على أبونا، قناوي، إهراوات، مناقل، غاز مشيل للدموع، وإذا ضايقت مدر للبول مش مشكلة. ويبقى بيت قصيد المسرحية يكمن بكلمتين هما الآن فهمتكم، اقتباس عن مقولة مخلوع فهم ولكن متأخرا ففاته القطار. وغيره كثيرون ممن وقعوا في زنقة احتجاج الشعوب، كما أبو صقر الزوج المستبد الذي يرى نفسه مباركا معمر السيادة وأسد غابة انتهى زمنه. لبرنامج NBC في أسبوع ماضي العضايلة عمان.